السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم نشارك معكم الحريرة المغربية. هنا غنحتاج الكرافس، وغنحتاج القزبر كتشوفوا، ولا الكزبرة، ولا اش كيقول لك، والمعدنوس. يعني كنديروا كمية معقولة كيف كتشوفوا، لأن كتحتاج الحريرة المعدنوس والقزبر والكرافس. غنحتاجو الطماطم ولا مطيشة، غنحتاجو البصلة، غنحتاجو كاس ديال العدس، وعندنا الحمص اللي مرطب ليلة كاملة في الماء. غادي نفسخوه، نحيدولو القشور ديالو. أنا غنشارك معكم الحريرة المغربية الأصلية، أما دابا راه تزادو عليها تعديلات ولاو تيديرو الحمص بقشورو. غنحتاج زيت الزيتون، الملح، الإبزار، الكركم، سكنجبير، فلفلة حلوة، ولا التحميرة، والسمن. أول حاجة غادي ناخد مطيشة، غادي نقطعها وغادي نخليها تغلى في الماء واحد المدة اللي هي قصيرة. يعني دابا كتشوفوا الماء غليان، غادي نخليها واحد 10 دقائق، ما نفوتهمش، ولا 8 دقائق. بعد ما خليت المطيشه في الماء كتغلى، هنا رطبت العدس في الماء سخون، وهنا حيدت القشور الحمص كيف كتشوفوا. دابا غادي نقطع البصله ونقطع الربيع، يعني الربيع كنعنيو به يعني الكرافس، معدنوس، قزبر. هنا غادي نوجد كيف كتشوفوا، راه كنوجد كل شيء. عاد غادي نصب الحريره. البصله ما نقطعوهاش رقيقه بزاف. هنا غادي نقطع المعدنوس كيف كتشوفوا. انا حتى الطريقه ديال الربيع وريتكم الطريقه الاصليه ملي كانوا كيقطعوه بايديهم، يعني ما كاين لا الات لا والو. يعني هذه حريره اصليه بالطريقه الاصليه، الطريقه التقليديه، ما كاينينش حتى لي غوم. ربما ما كانوش، ما نعرف، اللي عارفهم واش كانوا هذه مده يقول لي. هنا الكرافس كنديرو هاد، نديرو الوريقات ونديرو هاد الغصون، يعني حتى هما كيجيو زوينين، غير نرقوهم شويه. دابا غادي نقطع القزبر، يعني باقي ليا غير القزبر. اللي بغى يقطع بهاد الاله راه هي تسهل، ولكن انا بغيت نشارك معكم يعني العادي كيفاش كانوا كيقطعوا الربيع عادي، ربيع ولا معدنوس بلا حسب. المهم انا قطعت كل شيء كيف كتشوفوا. هنا غادي نطحن المطيشه كيف شفتوا، راه ما طيبتش حتى، يعني سهرات وما عرفتش اش كيقول. عفوا، هنا غادي نصفيها. اللي ما بغاش يصفيها ممكن يحيد لها غير البذور ديالها ولا الزريعه ديالها، ويطحن كل شيء وما يصفيهاش. انا كيعجبني نصفيها. دابا غادي نصب الحريره كيف كتشوفوا. اول حاجه درت البصله، غادي نعاود معكم المقادير اللي كنحتاجوها في الحريره مع النصيب. درت البصله ودرت 2 معالق ديال زيت الزيتون، ولا كان زيت الزيتون من الاحسن. هنا غادي ندير كيف كتشوفوا الربيع اللي قطعت،
غندير الحمص، العدس كيف شفتوا قلت لكم رطبته في الماء سخون، رطبته غير الفتره اللي كنت كنقطع في الربع. هنا غادي ندير الكركم، ندير الابزار، فلفل اسود يعني، ندير سكينجبير، فلفله حمراء حلوه يعني. هاد الفلفله حلوه بزاف، الناس ما كيتهربوا منها، ولكن راه الا كانت عند شي محل اللي هو موثوق منه بانها فلفله بري راه مزيانه كتجي زوينه بالسمن شفتوا. هنا غندير الطماطيشه اللي طحنت، غادي نخلي منها واحد الزلافه حتى نبغي ندور الحريره. هانتوما كي شفتوا القياس ديال الطماطيشه اللي درت تقريبا تكون واحد 600 غرام بحال هكا، اكثر من 6 كيلو بشويه يعني، اكثر من 500 غرام بشويه، حيت هنا غادي ندير انا تقريبا هاد الكوكوط ديال 6 ايطرو. انا ما غاديش نعمرها يعني، غادي بحال القياس ديال الكوكوط ديال 4 ايطرو. درت الملحه، وطبعا زدت الماء، انا درت الماء طيب. هنا ما كنقليش الحريره، كنقليو الحريره ملي كنديروا فيها طريفات ديال اللحم، مازال غنشاركها معكم شي مره. هنا سديت الكوكوط، الحريره طابت ما تشجلاتش ليا، زدت الزلافه ديال المطيشه اللي بقات، وغادي نزيد الماء سخون لان هنا المرحله اللي غادي ندورو فيها الحريره، يعني طابو دوك الحمص والعدس يعني القطنيه طابت. هنا خديت كاس ديال الماء، هذا الكاس راه العبار ديالو 200 ميل، درت كاس اونس 200 ميل اللي كيعبر داك الكاس، درت كاس اونس. غادي نزيد عليهم 4 المعالق ديال الطحين، طحين بيض، يكون شي طحين مزيان لان حتى الطحين تيلعب دور في الحريره الا دورنا به، من الاحسن ما يكونش ديال الحلوى، يكون طحين بيض عادي اللي تنديروا به مخبوزات بيتزا ولا شي مخبوز ديال الحلوى اللي تيكون رطب بزاف ما تيجيش زوين في الحريره. هنا خلطت وزدت واحد المعلقه صغيره ديال معجون الطماطم، هنا درت الشعريه شفتوها الشعريه رقيقه، الا ما كانتش حاضره كنقطعوها غير سباكيتي رقيقه لان المره ديالها تكون رقيقه. هنا غادي نصفي هذا الخليط ديال الطحين والماء اللي خلط باش نكون اكيد بان ما فيه لا حبيبات لا والو، الاحسن نصفيوه. وهنا غادي ندور الحريره بهذاك الطحين اللي خلطت وريتكم. هنا ملي كنبغيو ندورو الحريره ما تنوقفوش على التحراك، وما تكونش العافيه مهيله باش ما يلصقش لينا الخليط ديال الطحين في تحت ديال الطنجره ولا ديال الكوكوط، يعني ندورو وفي نفس الوقت نحركو ما نوقفوش، يعني ندورو الحريره ما نوقفوش من التحراك. وهنا باش كنعرفو الطحين طاب راه كنعرفو بديك الشعريه اللي درنا، يعني ملي كنديرو الشعريه يعني ندورو الحريره، ما نديروش الشعريه وحنا ما غندوروش الحريره، ومره مره نحركو باش الطحين ما يلصقش لينا في الاخر ديال الطنجره. وما ننساوش البطبوط، وريتكم البطبوط، راه حنا كندور الحريره تندير البطبوط كيتقدم مع الحريره كيجي زوين حسن من الخبز العادي. طبعا كنقدمها مع
والسلات الشباكيه والتمر ولا الشريحه، يعني التين المجفف، هادو كلهم تيجيو مع الحريره زوينين. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، ابوناو في القناه، وشكرا على المشاهده. نتمنى تجربوا هاد الحريره. انا هنا ما تنهضرش مع المغاربه، يعني ولاد بلادي، يعني كاين الناس اللي ماشي مغاربه، نتمنى يجربوا هاد الحريره. وعلاش لا يكتبوا لي كومونتير كيف جاتهم الحريره المغربيه. شكرا على المشاهده.